مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة إلى فلسطين وتحديدا إلى مدينة خليل الرحمن الخليلة الصامدة في الضفة الغربية المحتلة. ومن هناك معنا عبر سكايب الشاعر الفلسطيني الجميل جدا أستاذ حارث شلالدة. حيا الله أستاذ حارث، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. اهلا بك استاذ مطر، حي الله استاذي وحي الله قناه الرافدين والجماهير والمستمعين الكرام. اهلا بك استاذ حارث. قبل ان نذهب الى النقاش والى الشعر، يعني سيره ذاتيه موجزه وقصيره من خلالها تعرف الجمهور العربي والعراقي على وجه الخصوص على الاستاذ القدير حارث شلالدة، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وكل التحية الجمال للأدباء والشعراء ولمن خدم هذه اللغة والأدب العظيم عبر تاريخها الطويل. بداية، أنا اسمي حارث شلالدة، نعم، من إحدى قرى محافظة الخليل، نعم، الريف الجميل في محافظة الخليل، قرية سعير. نشأت طبعا في هذه القرية نشأة أي فلسطيني في أرضه بين شجون أهله وقومه وقضيتهم. درست الهندسة الكهربائية في جامعة العريقة، جامعة بوليتكنيك فلسطين، حصلت فيها على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وكذلك الماجستير في الطاقة المتجددة. ما شاء الله. كتبت الشعر منذ 18 وإلى الآن، ولدي يعني عدة أو حوالي 200 قصيدة موزعة على ديوانين قيد المراجعة بصدد الطبع إن شاء الله قريبا بعد المراجعة. إن شاء الله نتشرف بك وباستضافتك أستاذ حارث، وأنت مثال للشاعر الفلسطيني الملتزم بقضيته والداعي من أجلها ورسول المحبة والإنسانية و السلام. حدثنا عن الصورة الثقافية الفلسطينية في ظل الواقع الحالي، وكيف تجد المثقف الفلسطيني ومدى اشتباكه بالواقع واندماجه معه، أي واقع بلاده المحتلة؟ لا شك أخي مصطفى أن الأدب الفلسطيني هو أحد الوجوه التي تمثل الأدب العربي بشكل عام، ولكن كما تعلم بلداننا العربية مثل الإخوة، يتشابهون في الوجه العام في قضيتهم في السحنة القومية، ولكن للأدب الفلسطيني كشأن بقية الدول العربية وأدبائها وشكل الحالة الشعرية والظواهر التي تظهر اعتمادا على قضاياها وعلى الأحوال التي تمر بها بلادنا العربية، الأدب الفلسطيني له قضيتها الخاص، له قضيته الخاصة وله ملامحه المرتبطة بالصراع مع هذا الاحتلال وبمحاربة هذا الشوك الذي ينتشر في جبال وتلال وتاريخ هذه القضية الفلسطينية. الحقيقة سيدي أستاذ مصطفى، الشعراء الفلسطينيون الشباب شعراء، يعني شعراء مرحلة أكفاء بهم الكثير من الأصوات التي يعتمد عليها الآن. نعم. ولكن أنا أقول أن بذور القمح الشعر الفلسطيني وأدبه في المرحلة الحالية موزعة هنا وهناك على تلال وجبال الوطن، وهي بحاجة حقيقة لأن توجد ظاهرة واحدة شاملة. نعم. الظاهرة التي مر فيها الأدب الفلسطيني في المرحلة الماضية، في مرحلة عمق القضية الفلسطينية في بداية القرن الماضي ومنتصفه. أحسنت. وهم شباب وشعراء واعدون، ولكن هنالك تحديات يبدو أننا بحاجة إلى التصدي لها فيما يتعلق بالأدب والشعر خصوصا، وفيما يتعلق باتصاله بالقضية الفلسطينية، وأيضا المحور الثالث كيف يمكن لهذا الأدب الفلسطيني أن يساهم ويؤثر في خدمة اللغة إجمالا والأدب العربي عموما. هذه ثلاثية يجب للشباب الفلسطيني خصوصا المبدع الواعد أن يتصدى لها في المرحلة المقبلة. الحديث يطول يعني سيد حارث في هذا الموضوع وسنتحدث به أكثر، لكن الآن دعنا نذهب إلى أولى القصائد التي ستقرأها علينا في هذه الحلقة.
دعنا نذهب إلى أولى القصائد التي تود أن تقرأها علينا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومن ثم نعود مجددا إلى الأسئلة وموضوعنا الثقافة الفلسطينية ومتطلبات المرحلة التي تعيشها القضية. إلى أولى القصائد، تفضل أستاذ حارث. نعم، اسمح لي أن تكون هذه القصيدة الأولى بعنوان سلاما. أقول: شعاع تاه في عبق فنام، محياك الذي فتن الإمام. فأين العابدون هنا المصلى، وأين المرهفون هنا الخزامى؟ بلحظ عيونها أرخت عمري، وفي المجهول من غدها أقام. سلاما يا مفاتنها اللواتي، عصرنا البرتقال على الندامة، على يافا وساحلها وعشق تربى في جدائلها وحام. على الدار التي تؤوي الصبايا، إذا وصف الهوى عرضا حراما. كفى يا بنت، ضاعت مفرداتي، فلا الخيل ادخرت ولا الحسامة. كفى يا بنت، ضاعت مفرداتي، فلا الخيل ادخرت ولا الحسامة. لماذا الوجد أحرز كل وهم، ولما يحرز العرب الغرامة؟ لقد ثارت رمال في حروفي، متى ستنبه الريح النعامة؟ أردنا الدهر سوسنة، ففاحت علينا عطرها المذبوح شامة. وخد المجدلية فيض حزن، على أحلام من قتلوا سلاما. يا الله، يروح السامري بنا ويغدو، عجولا لا رعاة ولا إماما. نقول تقول بنا أمام السور نصفح، أجبتك ينكر السور الأمام. فقلت تعال نحرجها وصالا، ونمطر قبر شمعون يماما. نسافر ليس في دمنا مزوع، سوى للدار نأتيها لماما. تودعنا المطارات احتفالا، وتلقانا مواطننا انتقاما. على برية الغربات يحبو فؤادي، يطلب الذكرى طعاما. الله 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 الله، ما أجمله من مفتتح أستاذ حارث. ليتك تأخذنا الآن إلى رأيك الخاص بما يتعلق بالتاريخ للقضية الفلسطينية ودور المثقف بكتابة التاريخ كتابة صافية لا تدليس فيها ولا تزييف، تفضل. طبيعة الحال، التاريخ الأدبي الذي يكتب بلغة أدبية يعتمد أساساً على عنصرين أساسيين، وإن كانت هناك أشكال أدبية أخرى. أما العنصر الأول فهو الرواية، وقد ساهم كتاب الرواية الفلسطينية إلى حد ما بأشكالها المختلفة القصصية والسردية وغيرها بتوثيق هذه القضية. وكذلك العنصر الثاني وهو الشعر. وإنما يختلف الشعر أخي مصطفى عن الرواية في أنه يوثق الانفعالات بشكل مكثف. أحسن. في كل مرحلة من مراحل هذه من تاريخ هذه القضية. لقد مرت بنا مرحلة الثلاثينات والثورة الفلسطينية الكبرى والإضراب الكبير. كان هناك إبراهيم طوقان، وكان هناك عبد الرحيم محمود. نعم. والذاكرة مفعمة ومليئة بهذه التوثيقات. ثم جاءت المرحلة التالية وظهر الشعراء الكبار، وثق محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم، وكانت لهم مرحلتهم الكبيرة التي ينبغي على الشباب أن يستأنفوها، ولكن رأيي دائما يقول أن يستأنفوها بوجه إبداعي جديد. لا يكفي أن يجتر المثقف الفلسطيني والشعر الفلسطيني الجملة الشعرية التي عبرت في القرن الماضي. جميل جدا أستاذ حارث، من يحملون المسؤولية إلى أي مدى ترى أنهم مؤمنون بدور المثقف فيما يتعلق بمشوار القضية الفلسطينية ومشوار أهلنا كلهم في فلسطين على امتداد الخريطة؟ بصراحة، هل تجد أن هناك إيمانا حقيقيا، أم أن هناك نوعا من أنواع المجاملة
أو أن الثقافة جزء تكميلي بالنسبة لهم. دعنا نتحدث بصراحة هنا، قل ما تحب. طبعا طبعا إذا كان هناك من يحمل المسؤولية فالمسؤولية تقع على عاتق المثقف. حتى مسؤولية السياسي وتوجيه السياسي هي مسؤولية أيضا تقع على عاتق المثقف، ولكن ما ينبغي معرفته أن المثقف والشاعر والأديب لن ينتظر ولا ينتظر الرعاية المادية أو الرعاية الجهوية لأدبه، لأنه حينها سيكون منطبقا ومتماشيا مع رأي فئات سياسية معينة. صحيح. ولكن لابد من التأكيد أن الرعاية لنقل الحكومية والتوجيه الرسمي للأدباء والشعراء مهم جدا ويحدث نقلة نوعية. نحن لا نجد ذاتنا، ولكن هذه الحقيقة نحن نفتقدها في فلسطين بشكل مطلق، وهناك مجموعات ومجاميع لنقل رسمية وغير رسمية شعرية فلسطينية وجب أن يحدث لها تغيير وأن تحدث بها ثورة لينخرط الشباب الجدد وأولي الكلمة المبدعة في هذه المحافل. يجب التغيير في كل مرحلة، مع كل تغيير اجتماعي وثقافي وفكري يجب أن يكون هناك تغيير أيضا. جميل جدا. أدبي وفي المؤسسات التي ترفد وتعين وترعى الأدب. نعم أستاذ حارث، دعنا نذهب إلى العمق أكثر، يعني إلى أي مدى أنت تؤمن وتقتنع بأن للمثقف دور أساسي من أجل الحفاظ على الحق الفلسطيني؟ دعنا هنا نتحدث بطريقة أكثر عملية، تفضل. مشاركة المثقف في القضية الفلسطينية سواء كان أديبا أو شاعرا أو روائيا أو كاتبا، نعم، كانت منذ عصر مبكر كما قلت لك آنفا. تفضل. أكيد. وتبقى قضية نعم، متجددة في أن يحدث الشاعر. هي قضية تكاملية ما بين المسؤول وما بين المثقف، أليس كذلك؟ نعم هي علاقة. تفضل. هي علاقة تكاملية، بل إن على المثقف أن يكون موجها كما قلت لك، وعليه مسؤولية أكبر في توجيه القائد والسياسي. نعم. وما كنت الفكرة التي كنت أريد أن أستأنفها قبل قليل، أن المثقف يثير اللحظة ويوجد فيها روحا أخرى، روحا قد تكون حماسية تعيد إنبات. أحسنت. فكرة الحق المتجددة في ذات وفي كيان الإنسان الفلسطيني باستمرار، عوضا عن أي شخص آخر من العموم أو من ذوي المصالح والاهتمامات الأخرى، لأنه لا شيء لديه يخسر ولديه. نعم. هذه القوة وملكة الشعر والأدب والتأثير في الجماهير. الآن نريد منك أن تعيد إنبات لغة الجمال مجددا وقصيدة من نوع آخر إلى الشعر مجددا أستاذ حارث، تفضل الكلمة لك. نعم. شكرا لك أستاذ مصطفى. نعم، لدي في المرحلة الثانية في هذه الجولة الثانية أغنية للأرض. تفضل. حيث عيناك تورق السحب. إيه. وترق الذرى وتقترب، ويمر الهجير مبتردا بشتاءاتي التي غصب. أيها البلبل الأنيس كفى وترنم معي بما يجب. الله الله. ربما يطرف الأسى مقلا فوق حرمانها فتنتحب، أو يباري لنا الضنا مهجا دون إشفاقها فتضطرب، غير أن الغناء يطلقها من تراب نثاره النصب. غني لي أنت قاب أغنية من أسارير عنك تحتجب، ربما لو غنيت لي وجعي لجلاها في غفلة الطرب. نشوة الشعر لست أملكها، كيف والأرض في دمي تثب، كيف والعاطفات تصدر بي عن حنايا أهواؤها نجب. غني للأرض وارتفق غصنا في جنوب أضواؤه العنب، غني للأرض واعتنق سبلا في شمال حقوله الذهب، غني للأرض وارتفق أربا
هذه الأرض كلها أرب. الله الله. يا بلادي نصف السراب نما عن فمي، واستمالني الوصب وطني، هل يعاف من شفتي حرفك العندمي والقصب؟ أنت جذري ونسمتي وغدي، وأنا بينها رضا عجب، ما أحيلاك حين تبعثني قمريا أشع أنسكب، ما أحيلاك إذ تأرجحني في جنان أغصانها قشب، ما أحيلاك حين تحبسني ما أحيلاك عن صباح فرسانه ركب. ما أحيلاك حين تحبسني عن صباح فرسانه ركب. لفظ فوق أستاذ حارث، باعتقادك ما الذي ينقص المثقف الفلسطيني بشكل عام حتى يكون قادرا على التأثير وصناعة المرحلة كما يجب؟ نعم، أي مرحلة أخي مصطفى عندما تريد أن تحدث تأثيرا كبيرا فيها يجب أن تأتيها بقوة الظاهرة. نعم. قوة الظاهرة الأدبية. كانت المرحلة الماضية في القضية الفلسطينية للمثقفين الفلسطينيين بها ظاهرة ما يسمى أدب الثورة والأسماء الكبيرة التي لمعت فيه. نحن الآن أيضا كما أسلفت لدينا شعراء واعدون ولدينا أسماء كبيرة، ولكن ليس هناك ملمح واضح لظاهرة لها شكل جديد تنبثق وجه آخر عن المرحلة التي سبقت، لأن الكلمة الشعرية يجب أن تتوافق مع المرحلة في صورة إبداعية جديدة. أنا دعوتي منذ تقريبا 10 سنوات أن يعمد الشباب الفلسطيني الجديد والمبدع إلى أن يخرج من عباءة الإبداع. لن تخرج من عباءة القضية، لن تخرج من عباءة المضمون الواحد وهو الثقافة الفلسطينية وتأثيرها المستمر في القضية الفلسطينية، ولكن أنت بحاجة إلى تكوين ظاهرة شعرية جديدة لها مفردات أخرى لتصبح بهذه الظاهرة مؤثرا. هناك ظواهر شعرية ظهرت كما نعلم في العصر الحديث كان لها التأثير الأكبر بسبب الشمولية وبسبب الفكرة الواضحة بين المجاميع التي اشتغلت عليها. فمثلا أدب المهجر كما نعرف. نعم. هذه الظاهرة هنالك أسماء كبيرة، هنالك هدف واضح، وهنالك إبداع منقطع النظير. المرحلة القادمة ليس فقط للشعر والأدب الفلسطيني فقط، نحن بحاجة إلى إيجاد ظاهرة ومفردات جديدة، شكل جديد ومضمون جديد. أحسنت. ولا أتحدث هنا طبعا عن الشكل القصيد. شكل القصيدة معروف، إما شعر التفعيلة وإما الشعر العمودي الذي يعني وجدت وأرى أن كثيرا من الشعراء المبدعين عاد وأحيا فعليا فكرة الشعر العمودي بما يتوافق والعصر والقرن 21، بعيدا أخي مصطفى عن هلوسات ورمزيات ما يسمى بشعر النثر أو القصائد النثرية. نعم. مع احترامي لأصحابها ومواضيعها، وأعلم أن هناك من سيعارضني أحسن. في هذا الجانب، ولكن الشعر العمودي وكثيرون يؤيدونك الشعر أيضا. العمودي حي كقطوة. أحسنت أحسنت أستاذ حارث. الشعر العمودي هو ديوان العرب وكما تعلم وكثيرون. إلى الشعر مجددا، نريد أن نسمع منك نصا آخر قبل أن نخرج إلى فاصل، ما رأيك؟ نعم، تفضل. حياك الله. أنت إلى القصيدة. نعم، خذنا إلى الشعر من جديد، تفضل أستاذ حارث. ماذا ستقرأ علينا في هذه المرة؟ نعم، هذه المرة من أي لون؟ سأقرأ شيئا من؟ يعني من الخارج، شيئا من السفر، شيئا أنا أحب. خذنا إلى سفرك. نعم، ما أكتبه في الأسفار. تفضل. ومعاناة الألم العربي في الخارج، لأن له نكهة خاصة حقيقة. نعم. هذه القصيدة من رحلة كانت إلى كوريا الجنوبية في 2009، سأقرأ بعضا منها. تفضل. بعنوان طبعا نسمة الهان. الهان هو نهر شهير في كوريا الجنوبية يقطع العاصمة سول. صحيح. إلى نصفين. نعم. وهو نهر جميل.
المكان من شرفة الفندق الممشوق في دغل كأنه عنق الحسناء في السحر. مجددا أعيد. من شرفة الفندق الممشوق في دغل كأنه عنق الحسناء في السحر. الزمن أو الزمان أحد صباحات تموز، أما المشهد تكور الصبح أوفت أغنج الصور، لما الجزيرة تحسو من لما نهر، لما الدجى من حواليها لفائفه وهدج النور حيث العاج في حذر، فأسرف الطرف تيها خلف نزوته في المخملية من جناتها السمر. فليت بالدمع والراءات لي مقلا حيث اغتسال الصبايا في الندى العطر. ماذا أرى؟ قبسا من غير ما لهب، جنية ربما من خاطر البحر، إلي من سورة الأعراب رقيتها عسى أرد يدا عن ثوبها الغجر. أخشى تقول سليمة إن رأت صوري نالت زبيبية العينين من قمري. يا الله. سألتها واللغة تنحل أمزجة إذا تلاسنت الأحداق بالشزر، أكان ذا غفلة أم جئت قادرة قدر التفات الهوى من قوة الكدر؟ من سمرة الحظ أطلي وجه موعدنا أم حمرة النزق المسكوب في وتري؟ لولا الجمال الذي أقوى على أجلي ولا أمل اكتفاء منه بالنظر، ما كنت أرقت في ذكراك محبرة آوت نزيف المنى من وجنة السمر. يا الله. يا نسمة الهان هذا الأفق، فاطرحي عبء الرمال التي أسفيتها، وذري خرافة عن مقيل أو مكاشفة للمجهدين نجوم الشرق في أثري. تلقاءك الشط أحلاما وأشرعة وكرنفالا من الآمال والدرر. جميل. قوم انظري تري أفقين من رهج في مقلتي وعفريتين من سهري. قوم انظري تري أفقين. مجددا. قوم انظري تري أفقين من سهر. قوم انظريني تري أفقين من رهج في مقلتي وعفريتين من سهر. تري نفير دروبي خلف لا كلأ يقيم أود دروبي ساعة السفر. جميل. أقد للذئب من زادي مفارقة وأقتفي ظبيات البيد بالوتر، وهكذا قدحي لا ينتهي أبدا مزاجها بخلاف المر والعكر. ما شاء الله عليك أستاذ حارث، حديثنا الشيق معك لا يزال متواصلا، لكن دعنا نذهب إلى استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، حياكم الله في هذه الحلقة من بيت القصيد، ولا نزال متواصلين معكم في رحابها. ولمن التحق بنا حديثا نذكركم معنا عبر سكايب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة من فلسطين، المحتلة اليوم الحرة غدا والحرة في وجدان الأمة دائما. معنا من هناك الشاعر حارث شلالدة. أهلا بك أستاذ حارث مرة أخرى. أهلا بك مجددا أخي مصطفى، تحياتي لك وللمستمعين الكرام. حياك الله أستاذ حارث. دعنا نكون صريحين وبعيدا عن المثالية المبالغ بها كما يعني يفعل كثيرون، وحاشا أن تبالغ وإنما أنت يعني توصف الحالة. هو
هناك حالة انقسام لا تزال متجذرة بالشارع الفلسطيني، باعتقادك ثقافيا هل هناك انقسام ثقافي فلسطيني أم أن الحالة الثقافية الفلسطينية يعتد بها وهي حالة وحدوية وتكاملية بصراحة؟ قلت لي بعيدا عن المثالية. نعم. وهذا أمر جلل. الأدب هدفه وغايته وكذلك الشعر والثقافة إجمالا، عندما تتوحد الغاية ويتفق الجميع على الهدف فلا انقسام. أحسنت. نعم، الانقسام يحدث بسبب مشارب فكرية ومصالح سياسية، ولكن انظر في قراءات جميع الأدباء والمفكرين الفلسطينيين من جميع الأطياف، لن تجد اختلافا على القضية الفلسطينية إلا في النزل اليسير، ولكن الخط العام متفق، والخط العام في الهدف والغاية في الأدب الفلسطيني والشعر الفلسطيني متجه نحو غاية واحدة فيما يتعلق بين قوسين فيما اتفقنا عليه وهو كثير في القضية الفلسطينية، وفيما يتوجب علينا أن نسير به معا يدا بيد إلى مستقبل القضية الفلسطينية والوطن المستقل والقدس المحررة، لنعيش إن شاء الله هذا الأمل واقعا في السنوات إن شاء الله القريبة، ولا نقول أن هذا بعيد. أحسنت. أستاذ حارث، هناك من يرى بغياب الهوية الفلسطينية، وهنا نتحدث عن الهوية الرمزية والتراثية والأثرية، عن القصيدة الفلسطينية، هل هذا موجود فعلا أم أن في القول مبالغة؟ نحن نتحدث عن شعراء هذا الزمن، يقال إن هناك حالة من تغريب القصيدة عن المشهد الفلسطيني، عن التراث الفلسطيني، عن الأفكار والتقاليد والعادات الفلسطينية، فتجد أن الشاعر الفلسطيني يكتب القصيدة فلا تدري أن هذا النص فلسطيني لولا كلمة فلسطين فيه، فاقد للرمزية الفلسطينية والرموز، المفتاح، التراث، الطاحونة، الطابون، الحقل، أين ذهبت هذه العناصر والرمزيات الفلسطينية من القصيدة، أم أنها حاضرة وفي هذا القول نوع من المبالغة قليلا؟ نعم، الشعر الشاب حينما يجد في نفسه موهبة الكتابة والأديب إجمالا والروائي، عندما يبدأ الكتابة في سن الشباب يمر في مرحلتين أساسيتين. نعم. حقيقة المرحلة الأولى هي مرحلة الحماسة الأدبية، ولنقل المراهقة والنزق الأدبي، فربما تكون كلمته ونصوصه شخصية إلى حد ما، يتحدث في الصبا والصبابة والغزل، ويتحدث في كثير من الأفكار بين قوسين العصرية، ومنها ما يكون متأثرا بالأدب الغربي وبالذين أتوا لنا بالأدب الغربي، ولكن هناك مرحلة ثانية، مرحلة نضج يمر بها هذا الشاعر. نعم. يلتصق ويعود لفكرته وأدبه ووطنه. أنت لن تجد كما قلت دائما تجد لفظة الطابون ولفظة الحقل، ولكن هناك مرادفات لفظية وهناك مرادفات معنوية، ولربما المرحلة الأخيرة أو ما حدث في القضية الفلسطينية من أحداث في الشهر الماضي وما سبقه بقليل بيّنت لنا مدى انتماء وأصالة وعمق الكثير من أدبائنا وشعرائنا ورجوعهم إلى الغاية والهدف الواحد. أحسنت. لكن نعم، يبقى هناك قليل من الذاتية. الذاتية هذه متأثرة إلى حد ما بتوجه الأدب العالمي ليكون أدبا ذاتيا أحيانا غير مفهوم، وأحيانا ما يسمى بين قوسين بأدب سريالي يصادر الإنسان أحيانا على أفكار الآخرين وعلى أذواقهم في أن يفهموا نصوصه، وهذا تأثر بالأدب والرواية العالمية، ولكن القضية هي التي تعيد وهي التي توحد، ونحن لدينا وعلينا كامل المسؤولية هذا الجيل الشاب في أن يعيد البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي في الأدب والشأن الفلسطيني عموما. أرجو أن يتحقق ما تتنبأ به سيد حارث. نطمع منك بنص آخر ألا؟ نعم، أنت أنا ماذا؟ تفضل، قل ما تحب، لا مشكلة، لا قيود ولا ضوابط،
لك حقية أن تصفني، أن تقول ما تشاء، هل فاجأتك بطلبي؟ اقرأ ما تحب. لا لدي ما تريد إن شاء الله وأكثر، وأرجو أن تكون نصوصي عند رغبة خفيفة خفيفة لطيفة رهيفة في الوجدان، وأكيد قصائد عالية الجودة من روح شاعر فلسطيني انصهر بوجع أرضه المحتلة اليوم الحرة غدا بإذن الله، وعسى أن يكون الغد قريبا لا بعيدا. إلى الشعب تفضل. إن شاء الله، يعني لأن جهات الألم في على امتداد وطني العربي الكبير مترادفة، أكيد لابد أن أقدم هذه القصيدة لعيون دمشق. خذنا إلى دمشق وإلى الأموي وإلى ساحاتها، تفضل. نعم، وإلى جمالها وعمقها. فالقصيدة بعنوان ما أجمل الفل ذنبا. يا الله، ما أجمل الفل ذنبا، تفضل. لو أنني الفجر في أنسامه الأولى أوسعت روحك يا فيحاء تقبيل. لو أنني الفجر في أنسامه الأولى أوسعت روحك يا فيحاء تقبيل. الله. دمشق معذرة العشاق قد عرفت عيناك ما زال حبل الدمع موصولا. لولا النوى لمشينا في الغمام معا ولاحترقنا بطعم القبلة الأولى. من أول الكرم يسري بي لغوطتها عمر من الشعر ما أحلاه تأميلا. معا ولدنا على حد الأسى ومعا نفاكه الصمت، لكن ليس تأجيلا. من حزمة السنبل المياس في وجعي غنيت جرحك هل جئنا مواويلا. الله. نفخت في قصب النايات أغنيتي حتى تجسد فيك اللحن تمثيلا. يا مبسم الياسمين الحر في شفتي هل لوعوك فسال الشعر مذهولا. يا ليلة اللغة النشوى ألا ابتدعي، إني تركت ورائي كل ما قيل. ماذا أغني وللأحزان خاصرة، متى تثنى القلب متبولا. من لي بآمال أطفال التي بليت يا طفلة تلبس التاريخ مريولا. الله. وهؤلاء أعد البيت السابق. أعد. من لي بآمال أطفال التي بليت يا طفلة تلبس التاريخ مريولا. جميل. وهؤلاء الوحوش السود ما برحوا يخفون للطفل في ألعابه غولا. دمشق رغم القرابين التي ذبحت للصفح لم يخلع الإنسان قابيلا. ما جئت أرثيك، ما دمعي سوى نزق، عيل الرثاء وجهد الموت ما عيلا. يا هادمين أمامي آدميتكم وكعبة الحب لا تستكره الفيلة. حريتي ورغيف الكبرياء هما فوق الدماء فلا تستغفل الجيلة. ما أجمل الفل ذنبا، هل جريرته لا يشتهي أن يمس الماء معلولا. أخاف من لمعان العقد في عنق كالخز كيف يطيق الحقد مسلولا. أخاف من دورة الإسوار حول يد حسناء كيف تطيق القيد مجدولا. يا تمتمات الصبايا قرب نرجسة متى اللقاء وكان الكرم مشغولا. يا الله يا الله. دمشق كيف هدأنا والغرام بنا يعوذ بالوصل أن يبقى أقاويلا. لا يبرد الشوق والأنفاس في رئتي حتى أشمك منديلا فمنديلا. ولا تضيء بصدري ليلة أبدت حتى أشيم بعينيك القناديلا. متى ألاقي بك الأفراح عاطرة والسهد مؤتلقا والحلم تأويلا. عسى أن يكون قريبا. أحسنت لفظ فوك أستاذ حارث شلال، الشاعر الفلسطيني المتميز. أستاذ حارث، يعني يرى الكثيرون أنهم إذا ما أرادوا أن يثنوا على أحد فإنهم يقولون هو كالغيث إنما وقع نفع. إذا ما أردنا أن نتحدث عن المثقف الفلسطيني والدور الذي يمكن أن يلعبه في الخريطة المجتمعية الفلسطينية
ودائرة صنع القرار، ما الذي يمكن للمثقف الفلسطيني أن يحدثه من تغيير على المستوى التربوي، على مستوى تنشئة الجيل، على مستوى التأثير في المؤسسة والفرد في أن واحد؟ من الجميل أخي مصطفى في السنوات القليلة الماضية فقط، نعم، أنني وجدت نهضة ظاهرة وبادية للعيان غير مسبوقة في الواقع الفلسطيني في محافل كثيرة للأدب والشعر والرواية والفكر، انتشرت وتوسعت بطريقة مختلفة عما كان في السابق، بحيث أصبح المثقف الفلسطيني والشاعر والأديب يتواجد في كثير من المحافل. مرحلة بعد الثمانينات والتسعينات كان هناك نوع من الاستئثار، البعض يستأثر بمنابر عالية يلقي من خلالها الأدب الفلسطيني. في هذه الفترة الماضية وجدت أن هناك وصولا إلى مناطق مختلفة، إلى محافل تصل أحيانا، صدقني تصل أحيانا إلى الصف المدرسي لأدباء ومفكرين وظواهر ثقافية تؤثر، وعلى الأقل تنشئ فيهم حب وقيمة وتأثير هذا الأدب وهذا الأديب الذي يمكن أن يتأثر الأديب الصغير والواعد الذي يمكن أن يتأثر بهم لتبني فيه رسالة للمستقبل. نعم هناك تأثير، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام عززت هذا وساعدت في وصول الأدباء المختلفين، وليس كما قلت لك فقط الأسماء الكبيرة وذوي المنابر العالية، ولكن أصبح لكل منبره ويستطيع الكل أن يؤثر والكل أن يتأثر، وهذا مؤشر جيد. نعم. وموحي وآمل جدا في الساحة الفلسطينية. نحن نلحظه هنا واقعا في محافلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم. وهذا الآن، نعم، أنا يعني تفضل. شاركت كثير، أنا شخصيا شاركت في كثير من هذه الفعاليات ولمست هذا التأثير بشكل كبير. أحسنت. الحمد لله الأدب الفلسطيني بخير واطمئنوا، فإن القضية بأدبها وأهلها إن شاء الله بخير وإلى خير. نحن واثقون بذلك، وأنتم أمناء على هذه القضية، ولا شك أنكم رجالاتها وقادرون على الوصول بفلسطين، كل فلسطين، إلى بر الأمان المنشود. يعني يقال أستاذ حارث، إذا أردت أن تثبت فكرة فاغرسها في المناهج التعليمية حتى تثبتها وتغرسها في وجدان وعقول الناشئة من أبناء الجيل. هذه الفكرة مدخل إلى سؤال مختلف، إلى أي مدى ترى بأن المنطقة ككل حريصة على تنشئة أبنائها، لا سيما التلاميذ في المراحل الأولى، إلى أي مدى هم حريصون على تنشئتهم على حب فلسطين والتشبث بالحق الفلسطيني وعدم التخلي عنه؟ هل هناك نوع من التقصير، أم أنك ترى أن ما يحدث مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره عينة عن واقع المجتمعات؟ نتحدث عن المجتمعات العربية هنا طبعا، وموقفها من القضية وتنشئتها للجيل على حب فلسطين وحمل أمانة الدفاع عنها. من يحترم نفسه وتاريخه وقوميته وأرضه، أحسن، سيكون هذا ديدنه وهذه رسالته. نعم هنالك آراء سلبية وهنالك مواقف سلبية في بعض الدول عند بعض الإخوة العربية ظهرت مؤخرا، ولا يمكن أن تغطيها وتخفيها بأصابع اليدين. هذا موجود، هنالك تقصير وهنالك اتجاه سلبي باتجاه التطبيع واتجاه يعني يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا طبعا غير ممكن. نعم. في نقاش الجانب الآخر، وعندما نطرح الجانب الآخر ممن لا يزالون واقفين على الجبل ويصدون الهجمات. نعم هنالك، إذا تنازل الجميع وصاحب الحق ظل متشبثا بحقه ولم يتنازل، فإن كل المخططات حتما إلى زوال وسيكنسها التاريخ، وللفلسطيني الكلمة الأولى والأخيرة، أليس كذلك؟
الحق باق إذا بقي شخص واحد فقط يؤمن به، أحسنت. ولكن المؤمنون بالحق الفلسطيني كثيرون. نعم، ولا شك الخير في الأمة كثير، في الأمة العربية والإسلامية. أحسنت، الخير موجود والخير كثير، والأحرار والشرفاء كثر، والأمل أيضا بالصحوة. فأن تستيقظ متأخرا خير من أن تظل في سبات عميق، والأمل بأن يعود العرب جميعا أنظمة وحكومات وشعوبا ويلتفوا حول هذه القضية العادلة، فهي قضية كل شريف وحر. إلى القصيدة الختامية، كيف ستختار مسك ختامنا أستاذ حارث؟ من التناقض. خذنا إلى القصيدة التي تحبها عيدا لهذا الختام. نعم، هذه القصيدة في المقهى، إذ جلست وصاحبي نتبادل أهواء الشعر، وقفت تلك الفتاة الغجرية السافرة في الضباب، ابنة رام الله تلك المدينة المتناقضة حد الشغب. يا جميل، حجبت بظلها المضيء. ما أجمل الختام حينما يكون عن رام الله وأهل رام الله وجمال رام الله ومقهى رام الله. تفضل. وتناقضات رام الله، خذنا إليها. القصيدة بعنوان فراشة النجفة. وقفت وبين الرمش والنجفة شفق يساكب في دمي شغفه. جميل. ظل حريري يناغشني في الظل والأضواء مرتجفة، في غفلة المقهى توسوس لي بشفاهها المحمومة النطفة، كل الفراشات التي لبست إحساس أيلول اشتكت سلفة، وامتد لي شال بآخره نجمات ليل العشق مؤتلفة، الآن يفرق عالمان فما آراؤنا يا صاحب تصفة، يمضي صديقي نحو داخله وأنا أسيل البحر من صدفة. يا الله يا الله، هذا سراب قد يراودني عن غيمة المعنى وما عرفه. يمضي صديقي مجددا، يمضي صديقي نحو داخله وأنا أسيل البحر من صدفة. الله، جميل. هذا سراب إذ يراودني عن غيمة المعنى وما عرفه، وأعود يا غجرية هدمت قصري وذرت في المدى غرفه، أدعوك سيدتي وسيدتي في غربة الرايات مختطفة. يا الله، أدعوك سيدتي وسيدتي في غربة الرايات مختطفة. مختطفة هي مرة في عرشها قمر يغتال بالأنوار من وصفه، تتلو على الريحان لكنتها فيموج موسيقى بمن عزفه، هي مرة أمل الذين نفوا للفخر والأمجاد والأنفة، تملي على الصحراء قامتها فتطل من كثبانها سعفه، وهي المسرة تاه من تبعوا وحي الجفون فإنها ذرفة، هي مرة تلقي جدائلها في ريح من أبدى لنا صلفه، وهي التي يغفو لها وطن، وهي التي يهفو لها وطن أهواؤه في الصفح مختلفة، هي سحر رام الله حقيقتها شوق الدجى لفراشة النجفة، رفت يمامة روحها فمحت ذنبا بقلبي مل مقترفة، بعض السلام دم فدع ولدا لما تجمد عمره نقفه. يا الله، لو كان بعض السلام دم فدع ولدا لما تجمد عمره نقفه، لو كان للدمع الغرير فم لنثال حمدا للذي وكفه، الآن روحي فوق ما اعتقدت أن السرور يقين من عرفه، الآن ينفرط الندى لترى عنبا مضيئا سنو من لقفه، وإن الخليل جبالها ذهب تحتاج رام الله لكي تصفه. تحتاج رام الله لكي تصفه، وفلسطين تحتاج وصفا جديرا بكل تقدير منك وأنت أهله. رسالتك الآن بورك بك من شاعر مسؤول، شاعر يتبنى هموم قضيته ويعتز بواقع ومستقبل أمته وبكل من يقف على ثغر من ثغور هذه الأوطان التي تستحق منا كل انتماء وكل عطاء. أستاذ حارث،
وصية مسؤول، وصية ملتهب على حال وطنه وآلامه، وصية إلى كل المثقفين من أجل مواصلة كتابة التاريخ حتى تكون الكلمة الأخيرة لأهل الحق لا لأهل الطغيان والطغاة. ماذا عساك قائل؟ ربما كنت أقل من أن أوصي وصية للأسماء الكبيرة التي مرت وللكبار من الأدباء، ولكن وصيتي ورسالتي، ولا أقول وصيتي، رسالتي للشباب الفلسطيني: أنتم الآن أمام مسؤولية تجاه مثلث كبير، مثلث الأدب من الناحية الأولى واللغة، وحظها من شعركم وأدبكم بأسلوب وطريقة علمية أصيلة. الضلع الثاني في المثلث هو تجاه وطنكم وقوميتكم وإنسانيتكم، والضلع الثالث تجاه المحتوى الفكري الإبداعي الذي يمكن أن يظهر في كتاباتكم ونصوصكم، يكون لنا شكل ووجه جديد إن شاء الله في الأدب الفلسطيني والعربي عموما، وحتى تفخر فلسطين وكل أبناء فلسطين بهم، حيث أنهم طليعة الأوطان والأمل بقادم محمول على أجنحة الانتماء إلى قضية عادلة لا تزيف ولا تهود ولا تباع ولا تنازل عنها. سيد حارث شلالدة، الشاعر الفلسطيني الجميل من الخليل، خليل الرحمن، كنت معنا، للأسف انقضى الوقت سريعا، ماذا تقول في الختام؟ ختاما أشكرك أخي مصطفى، وأشكر قناة الرافدين، هذه رسالتكم التي تؤدونها بكل أمانة. شكرا جميل لك. جميل جدا كان هذا الحوار معكم، وعلى أمل إن شاء الله أن نلتقي في حوارات ومواطن نعلي فيها صوت الأدب العربي والفلسطيني إن شاء الله، على أمل أن نصلي في القدس وفلسطين حرة، وعسى أن يكون قريبا يا رب. أمين إن شاء الله، هو قريب بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك أستاذ حارث شلالدة، الشاعر الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من خليل الرحمن في الضفة الغربية المحتلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.